السياسيين. دونك البارح كان ديسيزيون من الجامعة التونسية بإلغاء النزول نهائيا. يعني تقريبا بطولة باش تكون ب 20 فريق الموسم القادم، وظهر لي سابقا ما عادش تأكد لي أنت ولا تعطينا الأسباب والتفاصيل ما عندك أنت سياسي. هو في الأصل كانوا فما بريفو دو ماتش دو براج، معناها من أربع فرق باش ينزلوا اثنين أخرين ويقعدوا اثنين، يعني فما زوج فرق اللي ديجا نزلوا. بطبيعة الحال الماتشات هذوما لابد انهم يصيروا قبل ما نسكروا الموسم، لكن انتم تعرفوا اللي الى حد الان معناها ما فماش حاجه واضحه اللي وقتاش باش نجموا نستأنفوا في النشاط، لكن زاد الانديه لابد انهم ياخذوا وقت باش يحضروا ارواحهم، شرطوا ادمنستراتيف، ترسيم اللاعبين، اجازات الى اخره. دونك شاف المكتب الجامعي اللي ما عادش نجموا نخليوا اللاعبين على ذمة فرق نتاعهم، معناها اونتر كيمي، لان فما عده لاعبين اللي هما غادروا غيروا الفرق نتاعهم. كذلك فما حاجه مهمه جدا هو انه اذا كان باش يلعبوا البراج لازم نستناو وقت باش الفرق هذيا تعاود تهيكل روحها وتحضر روحها وتاخذ لاعبين وينتبجوا اللاعبين هذوكم في الفريق نتاعهم، يعني على الاقل اسبوعين، وهذا يخلينا نخسروا اكثر وقت، وخاصه وانه جينا معناها موسم صعيب برشا، لأنه يعني تعرفوا اللي فما بطولة العالم بالنسبة للأكابر، وفما الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية، إلى جانب ذلك فما نعرفوا اللي العديد من اللاعبين منتخبات الأواسط والأصاغر انشطوا في الفرق الأولى نتاعهم يلعبوا سينيور، وبالتالي وقت اللي باش نحضروا وإلا باش نشاركوا في كومبيتيسيون لازم نوقفوا البطولة. نعرفوا اللي بطولة أفريقيا ماهيش باش تصير في ديسمبر ويمكن يتم ارجائها، لكن البطوله هذه ترشيحيه لبطوله العالم اللي بتصير في جويليا واوت، وبالتالي لابد انه الموسم الرياضي نتاعنا لازم يوفى معناها في اخر ماي. هذا كل يخلي اللي ما عادش عندنا وقت بكل، ولابد انه ناخذ قرار بوقف الموسم اللي تعدى ونبداو نحلوا موسم جديد. هو على كل حال هو موسم استثنائي، لانه هو موسم انتقالي باش نتعداو به للناسيونال ديفيزيون ديليت اللي باش يشهد السنه الموسم هذايا ترشح 12 فريق اللي باش يكونوا في بطوله النخبه بالنسبه للسنه القادمه، وفما الوطني باش يقعد على حاله فيه 16 فريق. ب 20 فريق الموسم القادم، وفي موسم هام كما قلت انت الموسم القادم فيه برشا تظاهرات، ما نجمش ياثر على مستوى البطوله واللي فما تباين كبير بين الفرق. هو راهو اليوم معناها من السؤال هذا نجم نطرحوه في وضع عادي، في وضع عادي نختاروا البطوله اللي نحبوها احنا. ما ننساوش اللي في الموسم الفارط مثلا البطولة الوطنية بدأت في موفى أوت في 27 أوت. اليوم احنا في باش نبداو في 14 نوفمبر، معناها تقريبا شهرين، تقريبا قريب ثلاث شهور الدور تاع، معناها هذا باش يخلي نسق تاع بطولة متسارع. فما مرحلة أولى اللي باش يكونوا فيها باش يكون فيها معناها الفرق الكل تلعب، ولهنا مازلنا نتشاوروا مع الاطار الفني وكيفاش باش تكون، يا اما فما زوز امكانيات، يا اما اربع مجموعات بخمسه فرق، والا زوز مجموعات بعشره فرق. لهنا باش يكون نسق متسارع، البطوله باش تكون فيها بين 22 و 24 بين 20 و 24 مباراه في الكل، وبالتالي باش نكونوا معناها مجبرين باش نلعبوا ايام الاربعاء هذايا اذا كان سرعنا وبدينا في 14 نوفمبر. ونعرفوا اللي 14 نوفمبر احنا نقول ان شاء الله ربي يلطف بتونس، وان شاء الله ربي يلطف بينا، وتنقص معناها الضغط، تتحسن الظروف الصحيه في تونس باش نجموا نمشيوا على حسب البرنامج هذايا اللي هو ديجا برنامج فيه ضغط كبير ياسر. سياسيين علاش ما فماش استقرار في البطوله دي؟ ما فما تغيير في النظام تاعها؟ التغيير نتاع السنه هو وقع الاملاء نتاعه وراهو بالظروف الحاليه نتاعنا، معناها ظروف الكورونا
والتأخر متاع البطولة اللي اشتر أنا بقيت البطولة عملناها في أوت إلى آخره هو اللي حتم علينا عدة تغييرات. معناها هذه اللي ما هيش ما نجموش معناها تغييرات قمنا بها باش نتأقلموا مع التغير متاع الوضع والتغير متاع الحالة الصحية الموجودة في تونس. معناها وهذا لابد أن نتأقلموا منه ونأخذوا قرارات اللي هما يخليوا معناها نتمشاو مع الظروف هذه. نعرفوا اللي وقع بعد ما معناها بعد ما توقفت البطولة قمنا بعد اجتماعات وتحسنت الظروف الصحية قمنا بعد اجتماعات مع العديد في الفرق وشفنا الوضعيات والتداعيات بتاع الوضع الصحي في تونس والحجر إلى آخره. هذا كل اللي خلى معناها حاجات اللي خلى تأثيرات اللي لابد انه معناها بالنسبه للبطوله نتاعنا لابد انه ناخذ احتياطاتنا معناها باش النجم نواصل بكره اليد. باهي سي ياسين تعرف انت كل ديسيزيون تاخذ ديما فما تاويلات وراه اكيد سمعت وكلام تقال برشا البارح انه تغيير النظام تاع البطوله صحيتوا من وراه الاضاء جميع الفرق والحسابات انتخابيه. تعرف اكيد فما جلسه عامه انتخابيه للمكتب الجامعي، شنو ردك على الكلام هذا؟ والله شوف انا بالنسبه لي عندي القراءه هذه اللي قلتها لك اللي هي قراءه فنيه وما فماش اذا كان فما امكانيه اخرى نشوفوها شنو معنى راهو الحلول هذوما نجم نقول لك اللي هي حلول اللي تفرضت فرضا على علينا لانه معناها السيناريو الثاني هو انه نستناو حتى فين نعملوا البراج بعد ما نعمل البراج نرتاحوا جمعة لجمعتين ونعمل البطولة نتاعنا. وقتاش؟ فهمني وقتاش؟ معناها ما نجمش أنا نعمل التيراج وصار حتى فين نعمل البراج ولا نعمل تيراج وصار على شنو؟ على أنا بطولة ب 20 ولا ب 18. فهمني؟ يعني الوضعية هي اللي خلاتنا قعدنا من الأول في حالة من الانتظار. جاء القرار نتاع الأسبوعين معناها منع لكل ما هو تظاهرات إلى آخره. بعد الأسبوعين هذوما نهار الجمعة البارح استنينا يخرج قرار ينضربش بالتمديد وإلا بالإلغاء وإلا بالتخفيف، ما خرج حتى شيء يعني ضمنيا فما تمديد، وبالتالي لابد أن ناخذ قرار لأنه الفرق كذلك لابد حاجتها بديدات باش تنظم البرامج نتاعها، لأنه البرامج نتاع تحضيرات الفرق هي تعتمد على تواريخ وقتاش نبداو، وبالتالي لابد انه باش نقول وقتاش نبداو لابد انه المكتب الجامعي كل البارح قال لازمنا نسكروا البطوله، باش تسكر البطوله باش نجم تحل لونجاجمون، باش نجم الجمعيه تعمل الليسونس بتاعهم، باش نجم الكل لاعب ياخذ فريق نتاعو ما يقعدش بروفيزوارمون. بالنسبه للفرق اللي باش تلعب البراج الى متى باش يقعدوا اللاعبين نتاعهم يمدوا في الليسونس نتاعهم؟ الليسونس نتاعهم هما الليسونس تعملوا اللاعبين كذلك فما تذمر من اللاعبين يعني كل اللاعب يقول لك انا عندي فريق نتاعي باش ندرب معاه باش ندمج فيه، وبالتالي فما عدد اشكاليات اللي راهو دفعت المكتب الجامعي دفع للقرار كما هكا. باهي ما نطولش عليك سي ياسين، اخر سؤال قاعدين تتواصلوا مع السلطات المعنيه، البطوله مؤكد باش تعود في نوفمبر ولا مازالوا ما تعرفوش؟ والله شوف تعرف كيفاش باش يكون الوضع في تونس في نوفمبر. انا يظهر لي انه الاجابه على السؤال هذا صعيب برشا. احنا بالنسبه لنا عندنا الريسبونسابل نتاعنا ريسبونسابل كوفيد مدام بوحشي، عندنا الدكتور منذر مبارك اللي هو طبيب المنتخبات، عندنا كذلك بتواصل مع مدام قبعة في المركز الوطني للطب الرياضي مع الوزاره والتمشي الكل يكون بالتنسيق مع السلطات الصحيه اللي هما بالتواصل مستمر مع المرصد الوطني للامراض المستجده اللي ولهي نمشيو معناها ايتاب بار ايتاب. ما نجموش نقولوا مثلا في نوفمبر باش نبداو 1000%، فما امكانيه كبيره باش نبداو في نوفمبر. راهو خذينا نوفمبر لانه تعرف ل 9 نوفمبر فما الاسبوع الاتحاد الدولي لكره اليد وفيه انشطه المنتخبات، وما نجموش نبداو في 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 7 سبتمبر 7
دونك لازم نبداو لو 24 لانه ما تنجمش بعد الترابس اللاعبين كانوا في المنتخب ويمشيوا للانديه بتاعهم باش يلعبوا. ديما الاسبوع اللي عندنا فيه ترابس السبت هذاك ما يكونش فيه جوله في البطوله، وبالتالي ما ينجم يكون كان يوم 14 نوفمبر. هنا قلنا 14 نوفمبر وان شاء الله نقولوا ربي يوفق تونس وان شاء الله الامور تتحسن ويكون ان شاء الله 14 نوفمبر. مازلتم ما تعرفوش معنا. احنا في بحر الاسبوع الجاي في بحر الاسبوع القادم باش نقوم ان شاء الله بالدرجه صار نهار 2 و3 و4 باش تصير مشاورات على طريقه البطوله كيفاش فما عدة امكانيات وان شاء الله نخرج وقتاش التراجع صار نعمل التراجع صار ونعرفوا كيفاش البرنامج بتاع البطوله. ولهنا احنا ديما نقولوا ان شاء الله ما نلقاوش رواحنا مدفوعين ان نعاودوا ناجلوا انطلاق البطوله، اما بور لو مومون لو 14 نوفمبر هذاك هي الدات واضح ان شاء الله بيد ربي. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد ياسين بوذينة المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد على كل هذه التفاصيل التي تتنبا حول البطولة الوطنية للموسم القادم. فاصل موسيقى وبعد نمشي باش تكون معنا اشراف قنفود المعدة الذهنية للفرجان الاساسي نحكيو معها على تطورات العملية اللي صارت البارح للفرجان الاساسي في المغرب. ايضا باش يكون معنا في نص ساعة اكيد استناونا رئيس سابق للترجي الرياضي التونسي عزيز زهير.